بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق، وأرسل رسوله بالهدى ودين الصدق، فجعل مسك ختامهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قدر التمام، المبعوث بشريعة الختام ومنهج القوام، نبي المرحمة والملحمة. من أقسم الله تبارك وتعالى بعمره فقال لعمرك فأكرم بعمر كل أطواره أنوار، تغشها أسرار عمر جهاد وتضحية وجلاد وتزكية من أجل كشف الظلماء وإزاحة الغرماء وتنوير الأفئدة بالأنوار المسعدة، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على صاحب هذا العمر العامل والنور الظاهر والسر الباهر، صلاة وسلاما يرفعانه إلى مقام الوسيلة، ويكونان لنا بفضلك يا مولانا من موجبات الشفاعة في يوم لا ينفع فيه مال ولا حيلة، يا أكرم الأكرمين ويا خير الأوقفين. ثم أما بعد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل عن قيمة الوقت، وعن أسباب ضياعه وسبل اغتنامه. ولا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى قد أكرم عباده بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. قال سبحانه وتعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم. ومن أعظم هذه النعم وأجلها على الإطلاق نعمة الوقت، نعمة الزمان، فإنها نعمة. وأي نعمة كما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالوقت نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. قد يتبادر إلى الأذهان سؤال من الأهمية بمكان: ما هو الوقت وما حقيقته؟ إشكالية كبيرة في الساحة العلمية القديمة والمعاصرة، ولا أريد أن أخوض في حقيقة الوقت على طريقة علماء الفيزياء، على طريقة النظرية النسبية العامة التي جاء بها ألبرت أينشتاين أنه البعد الرابع الذي نعيش فيه. هذا فيه كلام طويل عريض، حتى إن كبار علماء الفيزياء يذهبون إلى أن الوقت حقيقة غامضة، حقيقة غامضة. ريتشارد فاينمان أحد كبار علماء الفيزياء المعاصرة يقول: لا نستطيع أن ندرك حقيقة الوقت من الصعوبة بمكان. قبله الإمام الرازي رحمه الله تعالى أحد كبار علماء المسلمين المفسرين كان يقررها، قال: وأنا إلى الآن لم أصل إلى حقيقة الحق في الزمن. لا يعنينا، إحنا الذي يعنينا ما ذكره أحد الحكماء وهو يريد أن يبين حقيقة الوقت، أنه المادة التي صنعت منها هذه الحياة. فالوقت هو الحياة، هو هذه الحياة التي نعيشها والتي نقضي ساعاتها وأيامها ولياليها وشهورها
وسنواتها. هذا هو الوقت بما يفهمه كل إنسان صاحب فطرة سليمة. الوقت هو الحياة، هو هذه الأيام التي نعيشها ونقطعها، كما قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى رحمة واسعة: يا ابن آدم إنما أنت أيام، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. فالوقت هو الحياة، والوقت له خصائص عجيبة ليست في غيره من الأشياء. ومن أهم خصائصه أولا سرعة انقضائه، سرعة انقضائه، فإنه يمر بسرعة فائقة. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ساعة، كأن الحياة كلها ساعة من نهار. قال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال تعالى في سورة يونس: يوم يحشرهم جميعا كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. تلك هي حقيقة الوقت، سرعة انقضائه، سرعة انقضائه، كما قال الشاعر: ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنهم وكأنها أحلم، فكأنها وكأنهم أحلم، مرت سنون بالوصال وبالهنا فكأنها من قصرها أيام، ثم انثنت من بعدها قد ثم انثنت من بعدها أيام هجر، أو قال ثم انثنت من بعدها، قال: فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم وكأنها أحلم. كل شيء موجود. ثم انثنت أيام هجر بعدها فكأنها من طولها أعوام. نعم. ثم انثنت أيام هجر بعدها فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنهم وكأنها أحلام. هذه حقيقة من خصائص الوقت سرعة انقضائه. ومن خصائصه أيضا أنه لا يعود، وهذا أخطر منه، أن الوقت لا يعود، ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. الأخطر شيء في الوقت أنه إذا مضى فإنه لا يعود، وما من يوم تشرق شمسه إلا وينادي على الإنسان: يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. هذا من أخبر ما في الوقت، وهو من خصائصه، وذكرنا الله سبحانه وتعالى بهذه الحقيقة في غير ما آية في كتابه سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. انتهى كل شيء. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فالموت إذا جاء فإنه يقطع عن الإنسان العمل، وهيهات أن يتدارك ما فات. فإذا الوقت له مكانة عظيمة في الإسلام، فيحسن بنا أن نقف على ذلك في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الوقت له منزلة عظيمة في الإسلام، ومن مظاهر تعظيم الشريعة للوقت الآيات التي ورد فيها القسم بالوقت والزمان، وهي كثيرة. فالله سبحانه وتعالى أقسم بالوقت في غير ما آية من آيات الذكر الحكيم. قال تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. هذه أوقات والضحى والليل إذا سجى. قال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. قال تعالى: والفجر وليال عشر والشفع
العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد اختلفت مذاهب المفسرين في تفسير العصر والعصر، لكن عامة الأقوال وجلها تقارب معنى الزمان والدهر، فهو قسم من الله تبارك وتعالى بالوقت، والعصر قسم من الله تبارك وتعالى بالزمان والوقت، وهذا من مظاهر تشريف الله سبحانه وتعالى وتعظيمه للأوقات، لأن الله تبارك وتعالى إذا أقسم دل ذلك على أمرين عظيمين جليلين، هما عظمة الشيء المقسم به وعظمة الشيء المقسم عليه. باختصار عظمة القسم وجوابه، فالله تبارك وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، كما أنه لا يقسم إلا على عظيم كذلك، لأنه العظيم سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم. وليس من شأن العظيم أن يقسم بشيء حقير أو أن يقسم على شيء حقير كذلك. فكون الحق سبحانه وتعالى يقسم بالزمان هي إشارات لعباده توحي بتعظيم هذا الوقت. انتبهوا يا عبادي، فقد أقسمت بهذا الزمان. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجاءت آيات أخرى تنوه بشأن الزمان وشرفه وعظيم منزلته، والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. جعل الليل والنهار، جعل هذا الزمان محلا للأعمال وللحركات والسكنات لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. قال تعالى: وجعلنا آية الليل، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذا في سياق الامتنان، أنه امتن على عباده. جعلنا الليل والنهار آيتين، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. والآيات في هذا الباب كثيرة، بمثل قوله جل جلاله أيضا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ذوقوا فما للظالمين من نصير. أولم نعمركم، خطاب لأولئك الذين يصطرخون في نار جهنم، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. بلى، فقد عمر الإنسان ما شاء الله تبارك وتعالى أن يعمر في هذه الحياة، وجاءه النذير، جاءته الأنبياء والرسل، وجاءه الشيء. كثير من الناس يعمر ويعيش على أحد، على الخلاف في تأويل النذير عند المفسرين. فالآيات الواردة في شرف الزمان وأهميته كثيرة جدا، وكذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنبهنا على قيمة الوقت وأهميته. من ذلك ما ذكرناه في صدر هذا الدرس، هو قوله عليه الصلاة والسلام الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما، محروم من خيراتهما وبركاتهما، لم يوفق إلى اغتنامهما. غبن الإنسان في البيع إذا اشترى الشيء بأكثر من ثمنه، أو إذا باعه بأقل من ثمنه لم يوفق، كانت صفقته خاسرة. كذلك الإنسان حين يضيع وقته ولا يغتنم. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
وجاء عند الإمام الترمذي وغيره من حديث ببرزة الأسلمي وجاء من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وهذا حديث مؤذن بأمر عظيم يوم القيامة، وهو أن كل واحد منا سيسأله الله عن عمره. تسأل عن عمرك كله، عن كل ساعة مضت من عمرك من ليل من نهار ستسأل عنها. بنص الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه. يقول الله له، يقول له ربه ومولاه: ماذا عملت؟ عمرت؟ ماذا فعلت؟ ماذا كنت تفعل؟ عن عمره فيما أفناه، فيما أفنيت هذا العمر وفيما قضيته؟ هذا السؤال عن العمر العام، ثم يسأل عن عمر خاص، عن مرحلة الشباب، وعن شبابه فيما أبلاه، فيما أنفقت شبابك يا عبد الله، فيما أنفقت شبابك أيها الإنسان. الشباب أعظم مراحل الإنسان، لأنه مرحلة القوة والفتوة، زمان العطاء والبذل والجد والاجتهاد. ويا حسرته على إنسان ذهب شبابه من غير طاعته، يا حسرة الأعمال تمضي سبهللا، كما قال الشاطبي رحمه الله ومحمد بن القاسم ونفيره. حسرة الأعمال تمضي سبهللا، أعظم مراحل عمرك مرحلة الشباب. ويا حسرتك يوم القيامة حين تضيع شبابك في غير طاعة الله تعالى، في غير ما ينفعك من أمر الدين أو الدنيا، وعن شبابه فيما أبلاه، فيما أبلى هذا الشباب. قال أبو العتاهية: بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب، ألا ليت الزمان يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. لكن هيهات الزمان لا يعود. وهذه الحرة يجدها كل مؤمن ضاع عليه شبابه ولم يغتنم شبابه، هذه مرحلة العطاء. اللهم إنا نسألك أن توفقنا إلى اغتنام أوقاتنا. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، سيسأل عن ذلك كله. وجاء بهذا المعنى حديث خرج رواه الحاكم، حديث ابن عباس رضي الله عنه، أحاديث يعني رويت بمعاني متقاربة في هذا الباب. ومن الأحاديث التي جاءتنا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق باغتنام الأوقات والمبادرة إلى الجد والاجتهاد فيها ما رواه الترمذي وغيره، حديث أبي هريرة بن ماجه أيضا، حديث أبي هريرة رواه ابن ماجه وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا. بادروا يعني اسبقوا، اسبقوا بهذه الأعمال، هذه العوارض التي قد تعرض للإنسان فتصرفه عن اغتنام وقته. بادروا بالأعمال سبعا، أي اسبقوا بأعمالكم سبعة أشياء قد تعرض لكم. بادروا بالأعمال سبعا، فهل تنتظرون إلا غنى مطغية، أو فقرا منسية، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة قبل أن يعرض لنا ما يشغلنا ويصرفنا. بادروا إلى هذه الأعمال، فإن الواحد منكم لا يدري ما يعرض له في حياته فيقعده عن مراده ومقصوده. بادروا بالأعمال سبعا، فهل تنتظرون إلا غنى مطغية، ينشغل بماله، يأتيه المال فيشغله،
إلا غنى المطغية كم من إنسان كان فقيرا أو متوسط الحال لكن كان في خير كثير، كان يحفظ القرآن ويطلب العلم ويحضر مجالس العلم ويشهد الخير وما فيه نفع الناس ويسعى في أعمال البر جميع ألوانها وأنواعها. جاءه المال فصرف عن ذلك. كان هذا الإنسان قبل أن يأتيه المال من أهل المساجد، من أهل العبادات، من أهل المجاهدات، يقوم الليل يصوم النهار يجد ويجتهد، جاءه المال فصرفه وشغله. هذا يقع للإنسان. هل تنتظرون إلا غنى مطغية؟ والغنى الذي يطغى به صاحبه حين تملأ الدنيا قلب الإنسان، حين يكون المال في قلبه وليس في يده. نسأل الله تعالى أن يجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي وغيره من حديث أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل ثغره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. هذا الهم الكبير لا يغير من القدر شيئا. ومن جعل الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فنعوذ بالله من شتات الحال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. فهل تنتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منسيا؟ نعوذ بالله من الفقر. وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقر. الإنسان قد يكون غنيا أو متوسط الحال، كان بيده أن يعمل أعمالا كثيرة تقربه من ذي الجلال سبحانه وتعالى، تنفعه في دينه ودنياه، لكنه شغل عنه فابتلي بالفقر، فصار همه الأكبر أن يحصل رغف عيش من الصباح إلى الليل، وهو يجد ويجتهد ليحصل قوت يومه، وهذا ابتلاء. نسأل الله تعالى أن يعين كل مؤمن على أمر دينه ودنياه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قد أفلح، يعني فاز، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. قد أفلح من أسلم كان مؤمنا ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى، كان راضيا عن قسم الله عز وجل، راضيا عن ربه ومولاه سبحانه وتعالى. فهل تنتظرون إلا من مطغيا يطغى به الإنسان؟ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أن رآه استغنى. الله تعالى لم يقل أن استغنى، ليس الغنى سببا في ذاته للطغيان. سبب الطغيان هو رؤية الغنى، أن يرى. كلا إن الإنسان ليطغى، لم يقل أن استغنى، قال أن رآه، هو يظن نفسه أنه قد استغنى واستغنى عن الله عز وجل، أن رآه استغنى. أما الغنى في ذاته فقد يكون خير مطية يركبها الإنسان للوصول إلى الله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لعمرو بن العاص رضي الله عنه: نعم المال الصالح للعبد الصالح. فلتنتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا يمسي صاحبه الدنيا والآخرة، يصير همه الأكبر الغوط، نعوذ بالله من ذلك. اللهم نسألك الكفاف ونسألك من فضلك يا رب العالمين. أو مرضا مفسدا، أحيانا يكون الإنسان يكون في صحة وعافية لكنه لا يشعر بهذه النعمة. متى ينتبه إليها؟ حين يقعده المرض. يقول الله أكبر، أنا كنت أصلي أذهب إلى المسجد وأحضر حلقات العلم وأذهب هنا وهناك وأتحرك، ما أعظمها من نعمة. الله أراد منا أن أستشعر النعم قبل زوالها، قبل أن تزول. إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شكر النعم من أعظم أسباب بقائها. إذا أردت أن
أن يمتعك الله تبارك وتعالى بنعمه وأن يديمها عليك فاشكره عليها، فاشكره على هذه النعمة. شكر النعمة يكون بالاعتراف بها بالقلب أولا، تعترف بقلبك أنها من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الشر إليه تجارون، ضر فإليه تجارون، وما بكم من نعمة فمن الله، استشعر أنها من الله تعالى. وكذلك ثانيا باللسان، أن يلهج لسانك بحمده والثناء عليه، هذا شأن النبلاء، شأن الأتقياء والأصفياء، شأن الأوفياء، لأن لا ينسون فضل الله تعالى، يذكر بلسانه ويحمد الله تعالى على ذلك. ثالثا بالجوارح، بأن يسخر هذه النعمة في طاعة الله عز وجل، لا يجترئ بهذه النعمة على حدود الله، كيف هو ينعم بها عليك وأنت تعصيه بها، هذا من كفران النعمة. يقول محمد مولود في المطهرة، والشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نعماه في رضاه سبحانه وتعالى. فمن لم يتحقق بهذه المقامات الثلاثة فإنه ليس شكرا، الشكر يكون بالاعتراف بها باطنا، الثناء على الله بها باللسان، وكذلك بصرفها في طاعة الله عز وجل. يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله ومضمنه معناه في الحكم، شكر نعم الله فقد قيدها بعقالها، ومن لم يشكرها فقد عرضها لزوالها. ترك الشكر من أسباب المقت ومن أسباب رفع النعمة، من أسباب رفع النعمة. قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا أنعمها على قومه حتى يغيروا ما بأنفسهم، هم غيروا وبدلوا، وإلا فكرمه سبحانه وتعالى يقتضي أن لا يرفع نعمه عن عباده إلا إذا غيروا وبدلوا، قد يكون ذلك امتحانا وامتلاء من الله عز وجل. فنعمة الصحة من أعظم النعم، وأنا لماذا أطلت في هذا؟ كثير من الناس لا يستشعر نعمة الصحة، نعمة العافية، أنك معافى في بدنك، في سمعك وبصرك، في عقلك، في جسمك. نعمة العافية من أعظم النعم، والعافية نعمة عظيمة، لكن للأسف الشديد عند كثير من الغافلين لا تتجلى إلا على رؤوس الأصحاء. لا، الإنسان يستشعر نعمة في نفسه، كثير من الناس لا يستشعر النعمة حتى يرى أهل البلاء، سيستشعر النعمة قبل أن يبتلى. فهم يقولون النعمة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى أو لا يراه إلا أهل البلاء، لكن المؤمن يحصل بها أن يتذكر دائما نعم الله سبحانه وتعالى عليه. قبل أيام يسيرة رجعت من السفر، قيل لي فلان الذي كان يوزع التمر في المسجد، نحن نعرف معنا ممن يخرج في المسجد في المستشفى. قلت عجيب، قلت ما الذي وقع له؟ قال لك وقع من الطابق الثاني. وبعدين ما الذي وقع له؟ وقع على ظهري، هو الان مقعد لا يستطيع المشي. ذهبنا فزرنا زياره المريض، فيها اجر عظيم، وانا احث اخواني على ان يحيوا هذه السنه، سنه زياره المرضى، والله فيها موعظه عظيمه للنفس البشريه. كلنا مقصرون، انا اولكم مقصر واخر، لكن هذه الزياره كان لها عظيم الاثر في نفسي. فاتيته ورايت مقعدا لا يستطيع. بالامس القليل كان معنا، سلم علي في العيد، ذهبت رجعت. السؤال الذي تبادر اليه، أو يعني الفكرة التي راودتني، كان من الممكن أن تكون أنت. لا يوجد أحد له ضمان أن لا يبتلى، لا يوجد فرق بينك وبينه. تقول لا أنا حقيقة أستطيع، لا، الله تعالى لا يحاب أحدا، هي مقادير، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن كل شيء خلقناه بقدر، خلق كل شيء فقدره تقديره وقدره. كان من الممكن أنت الذي تسكت. فأخذت أحمد الله تعالى على العافية وأدعو بالدعاء الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي عافاني مما
كثير ممن خلق تفضيلا. هذه النفسية، النفس الشاكرة الخائفة الراغبة الراهبة التي تخاف البلاء، هذه النفس التي يريدها الله عز وجل تكون متواضعة تخشى الله تعالى وتسأله العافية. حديث العباس: يا رسول الله علمني دعاء أدعوك به. قالوا: يا عم سل الله العافية. فقال: عاود المرة. قالوا: سل الله العافية. مرات عددها. كثير من الناس محجوبون عن رؤية نعمة العافية. اللهم إنا نحمدك ونشكرك على نعمة العافية. فالشاهد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: هل تنتظرون إلا غنى مطغية وفقرا منسيا أو مرضا مفسدا يفسد النفس؟ أحيانا المرض يبتلى به الإنسان فيقعده عن كثير مما كان يريده. والله يعرف من الناس من يتمنى أن يسجد لله سجدا، توحش أن يسجد لأنه صار زمن ما سجد. مريض يصلي هكذا بالإيمان، اشتاق أن يسجد لله سجدا، اشتاق أن يذهب إلى المسجد وأن يرجع منه، اشتاق إلى أن يحضر مجالس العلم والذكر، اشتاق إلى أن يعمل أراه لو كنت بصحتي لفعلت كذا وكذا وكذا. فبادروا فإن الواحد لا يدري ما يعرض له. هل تنتظرون إلا غنى مطغية وفقرا منسيا ومرضا مفسدا أو هرما مفندا؟ كبر السن، كبر السن يعوق الإنسان عن كثير من الأشياء. وسلوا كبار السن يحدثونكم عن هذه الحقيقة، يقول لك: كثير من الأشياء كنا نفعلها ونأتيها ونحن أبناء 20 و30 صرنا لا نقوى عليها الآن. تفعل إلى هذا كم من إنسان كان من الممكن أن يحفظ القرآن في شبابه، حين فاته شبابه عسر عليه أن يحفظه. آه لو حفظته وأنا صغير. كم من إنسان كان بيده أن يكون عالما كبيرا عظيما من عظماء الأمة في شبابه، لكنه ضيع عمره مع اللاهين والغافلين واللاعبين، ثم ندم على ذلك أشد الندم ويقول: أنا فاتني الوقت، ليتني تداركت. إن كان العمر كله أوان لطالب العلم، لا يوجد عمر. كثير من السلف طلب العلم على كبر وبلغه الله تعالى المنازل العالية في مدة يسيرة بسبب صدقه وإخلاصه مع الله عز وجل. ومن أول ما حفظناه من مشايخنا في هذا الباب: والعمر كله أوان للطلب بعد 80 من زيادة الطلب. كثير من العلماء طلب العلم على كبر، كبر السن ليس حاجزا ولا مانعا. الإمام القفال الشاشي أحد كبار فقهاء الشافعية طلب العلم بعد 40، وكان جاهلا جهلا عميقا، حتى هو كان يقول: ما كنت أفرق بين ذهبت وذهبت، يعني ما كان يعرف النحو ولا شيء. طلب العلم على كبر وصار الإمام القفال الشاشي. كان قفال بين قوسين سريري، يعني هذا هو قفال. ثم اشتغل العلم وصار له شأن عظيم رحمة الله عليه. وكثير من العلماء، الإمام ابن حزم رحمه الله طلب العلم على كبر، وكثير من أهل العلم ومن علماء الملة وفقهاء الشريعة. ويكفينا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تأته الرسالة والنبوة إلا على رأس الـ40، وكثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلموا إلا وهم كبار، وكانوا من كبار علماء الصحابة كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وغيره. ومن مشايخنا الذين أخذنا عنهم وتخرجنا بهم من طلب العلم على كبر، كما يقول البعض: بعد فوات الأوان ففاق الأقران في مدة يسيرة. وذلك فضل الله يؤتيه لمن يشاء، يؤتيه من يشاء. نعم. ولو يسر الله تعالى فرصة أحدثكم عما وقع أحد شيوخنا في هذا، شيخنا العلامة الكبير محمد محفوظ طال الله بقاءه، طلب العلم على كبر. وله قصة عجيبة: لما كبر في السن وقعت له قصة هي أشبه بالطوفة، وفيها روايات كثيرة على كل حاجة، لكن المهم كان في محل، ف
فسألته امرأة أو سأله رجل عن مسألة يسيرة هذه، فلم يحسن الجواب فضحك عليه أنه هو متدين وهيئة ظنوه من أهل العلم وليس فأحجبه. شوف لعلو همته وتحرقه، هام على وجهه في الصحراء، انطلق غاب عن أهله سنين. على كل حال حين غاب مدة طويلة لم يعرفوا أين هو. تعرف في بلاد شرقية في المحاضر والفيافي والبداء والبوادي ما عرفوا أين هو. بعد مدة قالوا هو عند فلان أحد كبار علماء شرقية، مرابط الحاج والفحول، وهذا من كبار علماء المعمرين، ما زال حي إلى الآن، تجاوز 100 قرن، يقولوا له شيخ العلماء. قالوا عن فلان وأعطى مدة عنده في مدة يسيرة حوى علوما غزيرة حفظه الله ومتع به وأطال في عمره وشفاه وعافاه. فأعطاه مدة طويلة يعني سنوات، ثم رجع أخذ العلم مع بعض الشيوخ أيضا، رجع عالما. يقول العلماء عنه هام على وجهه في الصحراء فلم يرجع إلا بعمامة العلماء. رجع وهو عالم، وكان شيخ مشايخنا هذا مرابط الحاج أطال الله بقاءه أيضا لما أكمل عليه يقول يا محمد خلاص أجزتك أنت مفتوح عليك، وكتب له الإجازة. والإجازة عند القوم عند أولئك الأشياخ يعني يجيزه أنه عالم درس عليه كله، فهو أهل لأن يفتي وأهل لأن يعلم ويدرس. وهذا في مدة يسيرة لا تتجاوز 6 سنوات أو 8 سنوات، وذلك فضل الله يعطيه. فأنت لا إياك أن تضعف همته في طلب العلم، فضل الله واسع، وعلى قدر الصدق على قدر الإخلاص لله والصدق معه يكون التوفيق بإذن الله تبارك وتعالى. ولا تنسى أنك تعامل أكرم الأكرمين جل جلاله، فبيده أن يفتح عليك بالعلوم والمعارف الغزيرة في مدة يسيرة. كان يقول أحد العلماء اسمه محمد المامي بن البخاري رحمة الله عليه، يقول مناجيا ربه سبحانه وتعالى وإن سألتك ما العادات تمنعه فما عليك انخرام العادي بالعسير. كان ابن أبونا ببادي أمره حجرا فصار في الحفظ منسوبا إلى حجر. يقول نعم أحيانا العادة تقضي أن يدرس الكتاب المعين مثلا في 2 سنين، لكن أنا مستعجل يا رب العالمين، أنا أريد أن أدرسه في 1 سنة. أعني هو كريم سبحانه وتعالى. كان يقول له وإن سألتك ما العادات تمنعه فما عليك انخرام العادي بالعسر، إنك على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إنما أمره، قال تعالى في الآية الأخرى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الله لا يعجزه شيء. قال وإن سألتك ما العادات تمنعه فما عليك انخرام العادي من عسيره. كان ابن أبونا المختار ابن أبونا أحد كبار علماء الشرقيين باع ذكره في الآفاق ونفع الله تعالى بكتبه نفعا عظيما. قال كان ابن أبونا ببادي أمره حجرا، معروف في ترجمته كان لا يحفظ شيئا، كان رأسه كالحجر، لكن بالمجاهدة والصدق والإخلاص والدعاء والمثابرة فتح عليه وصار يحفظ ويعد العلم عبا. قال كان ابن أبونا ببادي أمره حجرا فصار في الحفظ منسوبا إلى حجر، صار كالحافظ ابن حجر في حفظه رحمة الله عليه جميعا. فلا تيأس، إياك أن تيأس في طلبك للعلم وفي حرصك على بلوغ المعالي. أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم تلك المنازل. أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا يضعفه، أو موتا مجهزا يقطعه، الموت يقطع الإنسان عن الدنيا. في صحيح مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، عيب ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية. ينقطع تقطع عن الدنيا كما تقدم معنا في الآيات السابقة.
أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. إذا جاءك الموت فقد انقضى زمانه من العمل. قال عليه الصلاة والسلام: أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة تؤتى. فهذا من الأحاديث العظيمة اللي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، تحث المؤمن على أن يبادر بالأعمال وعلى أن يسبق بها هذه العوائق والعوارض التي تعد له فتشغله. والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثيرة، ولعلنا نكتفي بهذا منها. إذا فالوقت له قيمة عظيمة في الإسلام، ولكننا للأسف الشديد نجد كثيرا من أبناء أمتنا المسلمة يضيعون أوقاتهم تضييعا عجيبا، بل يقتلون الوقت قتلا كما يقول كثيرون، يحرصون غاية الحرص على قتل الوقت. وما أعظمها من جريمة، جريمة قتل الأوقات وإضاعتها في غير ما يعود على الإنسان بالخير والمنفعة في أمر دينه ودنياه. هذا الأمر هو أشبه بانتكاسة وقعت فيها أمة الإسلام، وهو من أسباب تخلف هذه الأمة، من أسباب ضعفها وذلتها وهوانها. فإن هذه الأمة ذلت بعد عز، وهانت بعد كرامة، وضعفت بعد قوة، وتخلفت بعد حضارة، وصارت في ذيل الأمم بعد أن كانت في المقدمة. ومن أعظم أسباب هذا إضاعة الأوقات، وأن يعيش الإنسان المسلم حياته سبهدلا من غير ما معنى. وإنه لأمر عظيم إذا لم يتدارك الإنسان نفسه ولم يقف به ربه ومولاه سبحانه وتعالى. فنتكلم فيما بقي من الوقت عن أسباب تضييع هذه الأوقات وعن سبل اغتنامها. إضاعة الوقت آفة ومرض خطير وداء عياء، يجب علينا أن نتنبه عليه وأن نكون يقظين معه. من أعظم الأمراض التي في الأمة هي عدم الوعي، ينقصنا الوعي بما نحن فيه، الوعي بأنفسنا، الوعي بأحوالنا. أين نحن؟ وما الذي نعمله ونفعله؟ فإضاعة الأوقات آفة عظيمة. هذه الآفة لها أسباب، ولا بد من علاج هذه الأسباب وإزالة كل داء من أدواء النفوس، كما يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى. كل مرض من أمراض النفوس أو مرض القلوب علاجه ودواؤه يكون بهدم سببها، يكون بإزالة الأسباب الحاملة والمفضية إلى ذلك الداء وإلى ذلك المرض. فنحن إن شاء الله نذكر الداء وعلاجه حتى لا نطيل، لأن الوقت قد ضاق علينا، حتى لا نطيل. نذكر سبب الداء وعلاجه في سياق واحد. لماذا نضيع أوقاتنا؟ لماذا يتفلت الزمان من بين أيدينا؟ الأسباب كثيرة، وأنا حاولت أن أجمع لكم سبعة أسباب، وكثيرا ما يعجبني هذا الرقم سبعة، وله سر عجيب في الشريعة رقم سبعة. كثير من الأشياء يتعلق بها هذا العدد. ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم أيام الأسبوع أو الخلق. قال أتيناك سبعا من المثاني والقرآن. قال عليه الصلاة والسلام حديث البخاري ومريم: ريقوا علي سبعة من سبع كرب تفتح أبوابها. أيضا الجنة لها سبعة أبواب والنار لها سبعة أبواب. فنجد هذا يتكرر في كثير من
التربيه والتعليم يتخيرون كثيرا من الاشياء ان تكون سبعا لسهوله ضبطها، ويقول الشيء اذا زاد عن سبع يصعب حفظه. ومخترع الهاتف لما اخترعه جعل الارقام سبعة حتى يصعب، هكذا كثير كثيرا ما. وعلى كل هذا ليس مقصودا، اسباب كثيره جدا، لكن حاولنا ان ناتي ببعض الاسباب التي يعني ذكر اهل العلم من خلال التتبع والاستقرار انها من اعظم الاسباب التي تؤدي الى ضياع الاوقات وتفلتها من بين يدي الانسان. السبب الاول من اعظم اسباب ضياع الوقت الغفله عن قيمه الوقت، ولا اقول الجهل بقيمه الوقت. نعم احيانا يكون سبب تضييع الاوقات الجهل بقيمتها، فلا يعرف اصلا ان للوقت قيمه، ولذلك يحصل بنا ان نعلم الجاهل وان نذكر الغافل. بعض الناس قد يجهل، ولكن هذا قليل في الحقيقه. صاحب الفطره السليمه اذا تنبه وتامل وتفكر وتدبر لا يقع فيها، لا يقع في هذا الفخر أن يجهل قيمة الوقت. لكن قلنا الغفلة عن قيمة الأوقات هذا سبب كبير، ومن مظاهر ذلك ودلائله أنا نجد كثير من الناس يقول لك أنا ماشي في الوقت، أنا نقتل في الوقت، وكأن هذا الوقت عبء على الإنسان يريد أن يتخلص منه، وهذا والعياذ بالله من طمس البصيرة. إذا طمست البصيرة تغيب عن الإنسان هذه الحقائق. نحن نقتل الوقت، نمضي الوقت، ثم تراهم يتففون من طول الزمان. يقول منذ الصباح وأنا جالس يا أخي الساعات هذه لا تريد أن تمضي، الله أكبر، مصيبة عظيمة. وغافل، فيحصل به أن يتفكر ويتدبر. إن كان جاهلا فيعلم قيمة الزمان وشرفه من خلال آيات الله تعالى في كتابه وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مسؤول عن ذلك بين يدي الله عز وجل. فهذا مما يحرك النفس، وإن كان غافلا فيذكر بما علمه، يذكر بما علمه من شرف الزمان وفضله من الآيات التي تقدم ذكرها، وكذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فعلاج هذا الأمر إذا كان في غيرك أن تذكره به، إذا كان جاهلا تعلمه، إذا كان غافلا تذكره، وإذا كان في نفسك نفس الشيء. يحصل بك أن تتعلم وتقرأ وتتأمل وتتفكر وتتدبر في الأدلة الشرعية الواردة في هذا، ولو لم يكن منها إلا أنك ستسأل عن وقتك لك. سيسألك الله تبارك وتعالى عن زمنك هذا ماذا عملت فيه، فهذا يحملك ويحدوك إلى أن تجد وتجتهد في اغتنام وقتك. ثم لك أن تتأمل في حال العظماء من العلماء والفقهاء أو من الناجحين من الأغنياء، كل ما كتب الله سبحانه وتعالى له توفيقا وسدادا في هذه الحياه. نجد الانسان كل واحد منا رزق 24 ساعه، لماذا هذا صار عالما وهذا بقي جاهلا؟ تجد فقيرين، هذا فقير وهذا فقير، بعد مده صار هذا غنيا وهذا لم يغتنم، لماذا؟ هناك خلل. نعم لا شك أن للمقادير الشرعية دخلا فيها، لكن هذا ليس من شأننا. التدخل في القدر ليس من شأن الإنسان، شأن الإنسان مع القدر أن يرضى بقضاء الله وقدره، لكن وظيفته أن يجد ويجتهد، أن يسعى، أن يعمل، أن يبذل. ويقول الخبراء في الباب الذين استقرأوا أحوال الشعوب والأمم 80% من الفقر الموجود في كثير من المجتمعات إنما هو اختيار وليس اضطرارا. رضي الإنسان أن يبقى فقيرا، ولو أراد أن يكون
فسيجد ويجتهد ويوفقه الله تعالى. الله تعالى أمرك بالأخذ بالأسباب وحثك عليه، لا بأن ترك تجلس وتتقاعس كما سيأتينا في سبب آخر وهو الكسب. فالشاهد إخواني أن تتعلم وأن تتذكر، أن تذكر نفسك دائما بقيمة الزمن وبقيمة الوقت، وأنه وعاء الأعمال خيرها وشرها، نافعها وضارها، ووعاء الأمجاد. الإنسان يبلغ ما يبلغ من خلال وقته. فسأل نفسك وتذكر أن ما يمضي عليك من وقتك سبهلا، يوجد من خلق الله من يغتنمه ويجد في طلبه ويتجاوزها بمراحل، ويمضي فيما يبلغه المنازل العليا في أمر الدين أو الدنيا، ولك أن ترضى لنفسك بهذا دون العاقل لا يرضى لنفسك. قد هيأوك لأمر لو فضلت له فضأ بنفسك أن ترعى مع الأمر. والحديث في هذا السبب الأول الغفلة عن قيمته. السبب الثاني وهو من أخطر الأسباب غياب الهدف في الحياة، وهذا من أخطر الأسباب. كثير من الناس يعيش حياته من غير هدف، من غير غاية. لو سألته عن غايته في الحياة لأعجزه أن يجد لك جوابا، ولأطرق مدة وهو يفكر لكي يجيبك عن غايته في الحياة، وهذا أمر عجيب. إذا وجدت نفسك لا أقول لك ما غايته، وجدت كارثة، ما أعظمها من كارثة. إلى الآن لا تعلم لا تعلم هدفك، إلى الآن لا تعلم. الموفقون قد حددوا أهدافهم منذ سنين ورسموا لها خطة وهم يسيرون فيها ويوشكوا أن يصلوا إليها. أنت ما زلت إلى الآن لم تعرف ما هدفك في الحياة. المؤمن إخواني لا يعيش هذه الدنيا سبهللا عبثا. قال تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. تعالى الله تعالى أن يخلق خلقه عبثا وسدى وسبهللا. خلقت لغاية عظيمة هي غاية الغايات، ثم هناك غايات أخرى تخدم تلك الأهداف. تكلم عن الغايات التي خلق الخلق لأجلها الإمام الأصفهاني رحمه الله تعالى في كتاب له اسمه الذريعة إلى مكارم الشريعة، وذكر أن الغايات التي خلق الإنسان لأجلها ثلاث: العبادة والعمارة والخلافة، وهي كلها تصير إلى معنى العبادة، لكنه فصلها وشرحها ووضحها. فالغاية الكبرى التي خلقنا لأجلها عبادة الله عز وجل، ولكن معنى العبادة ليس ما يتبادر الأذهان، ذلك المفهوم القاصر الحاصر أنه خلقنا لكي نصلي ونزكي ونصوم، لا ليس هذا من العبادة. لا يعد أن يكون فرعا من فروع العبادة، أو ركنا من أركان العبادة، أو لونا من ألوان العبادة. العبادة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فكل ما يقربك إلى الله تعالى فهو عبادة، كل ما يرضي الحق سبحانه وتعالى فهو عبادة، كل شيء تنال به رضا الله رب العالمين اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فكل ما يقربك إلى الله فهو عبادة. لك جاء في تفسير قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. وجاء في تفسير آخر: إلا ليعرفون. هذا معنى عميق ودقيق.
خلقنا لنتعرف على الله، لنزداد قربا من الله، لكي نتعرف عليه سبحانه وتعالى من خلال كتابه المصدور اللي هو الوحي، ومن خلال كتابه المنظور وهو هذا الوجود. نتعرف عليه من خلال التأمل في آياته الكونية وفي آياته الشرعية، في آياته المجلوة وفي آياته المتلوة. هذا هو المقصود، خلقت لتزداد قربا من الله، لتتعرف على الله. ويا أسفا وما أعظم الحسرة حين يأتي الإنسان هذه الدنيا ثم يخرج منها وما عرف غاية الغايات، وما تعرف على الله سبحانه وتعالى بعد، ولم يزدد قربا منه جل جلاله. فإنه على قدر قربك من الله في الدنيا يكون قربك منه يوم القيامة. هي المعادلة الخطيرة، على قدر قربك منه هنا يكون قربك منه هناك يوم القيامة. فالدنيا ميدان فسيح للمنافسة في الخيرات قصد الوصول إلى الله عز وجل وطلب الزلفى لديه والقرب منه، تكون قريبا منه من أحبابه وأوليائه. وعلى قدر مكانتك عنده في الدنيا تكون مكانتك يوم القيامة. فهذا مقصد عظيم خلقنا لأجله، العبادة والعمارة، عمارة هذه الأرض، استخراج خيراتها وكنوزها، تسخير ثرواتها وذخائرها لخدمة البشرية. هذا من أعظم المقاصد التي خلق الخلق لأجلها. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، طلب منكم عمارتها. أمرنا بالأخذ بالأسباب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال عليه الصلاة والسلام: حب العمل لله عمل داود، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، أو ما كان أكل ابن آدم طعاما قط خيرا من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، كما صحيح البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام كما في المسند: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. الحديث والنصوص الشرعية التي تدل على العمل وعلى البذل وعلى العطاء، والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وهذا يكون ببذل الأسباب، بأن يكون أهل الإيمان وأهل الإسلام هم أهل التمكين في الأرض، وهذا يكون بالأخذ بأسباب القوة والعزة والكرامة والمنعة. هناك لطيفة عجيبة في قوله تعالى: فامشوا في مناكبها، ومنكب الرجل يكون عاليا. قال بعض المفسرين: تشير الآية فامشوا في مناكبها أن تكونوا من أعز أهلها، ما تكونوش من الضعفاء، لا تكونوا ممن يعيشون على هامش الحياة، على هامش الحضارة والدنيا. بالعكس، أمة الشهادة، أمة الخيرية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والنصوص في هذا الباب كثيرة: فامشوا في مناكبها، أنتم أحق، أهل الإيمان أحق بالعز، أحق بالقوة، أحق بالكرامة، لكن ذلك لا يكون إلا بالأخذ بأسباب العمارة، عمارة الأرض. وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، طلب منكم عمارة. ثالثا: الخلافة. الخلافة، فالإنسان خليفة الله في أرضه، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وغيره، أي استخلفه جعله خليفة كما نصت الآية. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ما معنى خليفة؟ أي يقوم بإقامة شرع الله في الأرض، هذه من أعظم الغايات. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا بكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الخلافة إقامة شرع الله سبحانه وتعالى في الأرض، هذه تعيش أنت لهذه الغايات. ولكل
وسيلة تخدم هذه الغاية، تخدم هذه الغايات التي بيّنها علماؤنا. والإنسان إذا لم يكن له هدف في الحياة فلا معنى لحياته. من أخطر الأشياء التي قد تبتلى بها النفس البشرية كما يقول علماء النفس غياب الهدف. هل تعرفون أن من أسباب من أعظم أسباب الانتحار غياب الهدف؟ يصير الإنسان يعيش لكن لا معنى لحياته، ويتساءل لماذا أنا، فيصاب بالاكتئاب فينتحر. وكثير من أسباب الانتحار سببها غياب الهدف. هو يحس المسكين هذا المريض نفسيا أنه يعيش غير هدف، غير غاية. وهذا يكفر كثيرا، يكفر في البلدان الغربية. والعجيب أنه يكفر في البلدان الغربية التي تتخذ العالي، في البلدان الاسكندنافية مثلا. عجيب يعني. وهذا يؤكد ويدل دلالة واضحة أن المال لا يكفي في صناعة السعادة. نعم هو من أسبابها لكنه لا يصنع ولا يكفي في أن يكون الإنسان سعيدا. بدليل هذه الإحصائيات أكثر نسبة انتحار في بلدان الدخل العالي، في الدخل الفردي فيها عالي جدا، لكن لا يوجد غذاء للروح، لا يوجد إيمان، لا يوجد يقين، لا يوجد معرفة بحقيقة هذه الحياة. لا يوجد، لا يعلمون الظاهرة من الحياة الدنيا، أما الآخرة هم عنها غافلون معلمون، لا يعرفون حقيقتها. ولذلك تجد عندهم إشكالات وحيرة، من أين جئنا وإلى أين نسير ولماذا وجدنا، أسئلة تحير الإنسان. لكن المؤمن يقف منها موقفا واضحا، موقف المؤمن الموقن المطمئن. الله تعالى خلقنا فإنا لله وإنا إليه راجعون، وخلقنا لعبادة الله لنؤدي رسالتنا في هذا الوجود، وسنلقى ربنا سبحانه وتعالى آمنين مطمئنين بإذن الله رب العالمين. المؤمن لا يعيش كما يعيش غيره. فالإنسان إذا فقد الهدف فقد فقد المعنى من وجوده وحياته. ذلك اصنعوا لأنفسكم أهدافا تبلغكم المنازل العليا. كل واحد هذا يريد أن يكون عالما، هذا يريد أن يكون فقيها، هذا يريد أن يكون كذا، كل واحد بحسب ما أتاه الله تعالى. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. المؤمن لم يخلق عبثا كما أسلفت وذكرت. الوقت بدأ يضيق لكن أحذف كثير من المعاني التي كنت سأذكرها. أيضا من أعظم أسباب ضياع الأوقات الكسل هو ضعف الهمة. الكسل وما أدراك ما الكسل، ضعف الهمة. الكسل ما هو الكسل؟ على كل حال عرفوا الكسل. الكسل قالوا هو تثاقل النفس عن أداء ما يجب عليها إيثارا للراحة. عجيب تتثاقل النفس عن أداء ما يجب عليها أو يحصل بها، تترك أشياء شريفة وعظيمة. لماذا؟ لكي ترتاح. هذا هو الكسل، هذا هو الكسل، إثارة للراحة حتى لا يتعب، لا يحب الإثارة. من العجيب والغريب أن الكسل من صفات المنافقين التي ذكرها الله تعالى في كتابه، نص عليها تنصيصا، لأنه من أوصاف المنافقين الكسل. لا يليق الكسل في المؤمن. أهل النفاق فيه كسل. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله هو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى بتثاقل، لم يقوموا إلى الصلاة بنشاط وهمة عالية. قال تعالى في الآية الأخرى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون والعياذ بالله. فعد من أوصاف المنافقين. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. تثاقل. وحسبك من الكسل
أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله منه. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يعوذ بالله من الكسل. جاء في الصحيحين وجاء في سنن أبي داود من حديث أبي أمامة لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم أمامة أبا أمامة في المسجد حزينا منكسر الخاطر، قال له ما لك يا أبا أمامة؟ فقال أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال له هموم أهمتني وديون ركبتني يا رسول الله. محمود في هذا الحديث في خلاف في ضعف لكن حسنه وجمع الحديث. قال له ما لك يا أبو أمامة؟ قال له هموم أهمتني وديون ركبتني. فقال عليه الصلاة والسلام لا أدلك على دعاء إذا أنت دعوت به كفاك الله ما أهمك وقضى عنك دينك. قلت بلى يا رسول الله. قال قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. دعاء مبارك يحسن لكل مسلم أن يتعلمه وأن يدعو به. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، على ما يحزن الإنسان وربه ومولاه وخالقه ومدبر أمره هو الله سبحانه وتعالى. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من العجز والكسل. فعلمه أن يستعين بالله تعالى من العجز ومن الكسل. وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الجد والاجتهاد وترك الكسل وترك العجز. حديث جاء في صحيح صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي. شوف المؤمن القوي، وهنا القوة في كل شيء، هو البدنية هو العقلية العلمية. لا يليق بالمؤمن إلا أن يكون قويا في كل شيء، في كل ميدان من ميادين الحياة، أنه قدوة، لأنه يحصل به أن يكون قدوة للناس فيكون قويا في كل باب. مفتاح قوس يسير يعني بعض شبابنا وأحبابنا دائما أوصيهم قولهم كونوا متفوقين، كونوا عظماء في كل باب في كل باب، لا ترضوا بالدون. المؤمن الموفق يألف، المؤمن الذي له عزة نفس يأبى أن يكون حظه من الدنيا الأخس أو كستان، لا يليق به هذا، لا يليق به إلا معالي الأمور. أخرج الخرائطي في مكارم الأخلاق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. الأمور الحقيرة ليست من شأن أهل الإيمان، لكن المؤمن دائما يكون متفوقا على غيره. المؤمن القوي في كل شيء خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير. مش ما نكسروش الخواطر يعني، في كل خير، لكن القوي قوي، لا القوي في بدنه ليس كالضعيف، القوي في علمه ليس كالضعيف، القوي في دراسته ليس كالضعيف، وهكذا. مؤمن قوي في كل شيء. وشوف حديث الترمذي وإن كان فيه ضعفة باب الأمانة، قال عليه الصلاة والسلام فيما هو عنه الحكمة ضالة المؤمن فأنا وجدها زين فهو أحق، هو فيه ضعف كنا معناه صحيح، فهو أحق بها. تأملوا في هذه الأحقية، وكأنه أجدر بالحكمة وأولى بها من غيره، لا يليق به إلا الكمال في هذا في الباب الذي يريده. نرجع هنا، قال المؤمن القوي خير وأحبه إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير، في كل خير. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطة تبلغ بها هذه القوة، قالوا استعن بالله، قالوا احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على الخطوة الأولى، احرص على ما ينفعك. قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لا يليق بك أن تشتغل بتوافه الأشياء، احرص على ما ينفعه في أمر الدين أو الدنيا،
دين ودنيا، ما ينفعك احرص عليه، ما لا ينفعك لا تلتفت اليه، احرص على ما ينفعك زيد واستعن بالله، توكل على الله، كن على نور من الله في كل ما تاتيه او تذروه، واستعن بالله ولا تعجز. تفشلش، المؤمن لا يعرف الفشل ولا يعرف الكسل، لا يعرف ضعف الهمه، استعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. زيد ارشدك الى خطه عجيبه، ولا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله، في رواية قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشر. أنا على يقين هؤلاء خبراء التنمية البشرية والذين يدربون الناس، لو وقفوا على هذا الحديث لو وقفوا مشهورين أمامهم، كيف أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الخطة في العمل والجد والاجتهاد والاستعانة بالله وعدم الاشتغال بما لا ينفع والصبر والمثابرة، إلى درجة أنك لو ضعفت أو أخفقت لا تفشل، وتقولش لو، لا لا، عاودها وتوكل على الله من جديد، ولا تقل لو كان، لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وعاود امضي من جديد وتوكل على الله عز وجل. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني، معاني الجد والاجتهاد والصبر والمثابرة. فالمؤمن همته عالية، يعود نفسه معالي الأمور، ولذلك علمنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم كما صحيح، إذا سألته الله فاسأله الفردوس الأعلى، من فوق الفردوس الأعلى، فإن رأى على الجنة أوصل الجنة، ومنه تتفجر أنهار الجنة. بل نحن نعلم الهمة العالية في كل ركعة من ركعات صلاتنا لو كنا نتدبر كلام ربنا. ألسنا نقول في سورة الفاتحة دائما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ندعو الله أن يهدينا صراطا هو صراط الذين أنعم عليهم، غير المغضوب عليهم من اليهود الذين عرفوا الشرائع والرسالات ولكنهم أعرضوا عنها، ولا الضالين وهم النصارى الذين ضلوا فيها تلك الشرائع. من الذين أنعم الله عليهم في الآية تفسرها آية أخرى جاءت في قوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. في كل صلاة ندعو الله تعالى أن نكون مع أولئك الخيرة، أن يهدينا الله سبحانه وتعالى إلى طريق أولئك العظماء والكبراء من الرسل والأنبياء ومن تبعهم بإحسان من العلماء والعرفاء والأولياء والشهداء. من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ما أعظمها من رفقة. قال تعالى ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، فيها إشارة إلى أنه فضل مكنون ودر مصون، مهما حدثناكم عنه فلن تحيطوا به خبرا. قال وكفى بالله عليما، شيء عظيم هذا. فأنت تدعو في كل صلاة أن تهدى إلى طريق أولئك الكرام، جعلني الله وإياكم معهم. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد ذلك. Thank you.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه ثم بعد. ما يزال حديثنا موصولا بسابقه من الحديث عن أسباب تضييع الأوقات وسبل الاغتنام بها. ولم يعظم الأسباب كسل وضعف الهمة، وعلاج ذلك في الجد والاجتهاد في الاستعانة بالله تبارك وتعالى كما أمر خير العباد صلى الله عليه وسلم، حرص على ما ينفع. هذه الخطة تحرص على ما ينفع، تستعين بالله سبحانه وتعالى، تدعوه، تستعين بالله من الكسل، تدعو الله تبارك وتعالى وتستعين به فيما تأتيه وتقبل عليه، ولا تعجز، إياك والعجز، ولا واثبت على ذلك، واصبر وجاهد نفسك حتى يبلغك الله سبحانه وتعالى مرادك. قلنا نحن نعلم علو الهمة في كل ركعة من صلواتنا، في كل ركعة من ركعاتنا اهدنا الصراط المستقيم. وما دام الوقت ضاق فلعلي أكتفي بهذا فيما يتعلق بالكسل والتثاقل وضعف الهمة. أيضا من أعظم الأسباب الفوضى وعدم التخطيط والترتيب. هذا من أعظم الأسباب التي تجعل الوقت يتفلت منا ونحن لا ندري ونحن لا نشعر. وأحيانا نحن نحرص على اغتنامه وهو يتفلت، ثم يتساءل إنسان يا أخي نجاة وأنا أحرصك لا أدري. عدم ترتيب الأوقات، يخطئ خطأ فادحا من يتوهم أن الدنيا تسير من غير نظام. الله سبحانه وتعالى بنى كونه وشرعه على النظام. النظام سنة كونية وشرعية. هذا الكون كون محكم خلق بنظام عجيب. والآيات التي وردت في هذا الباب كثيرة جدا. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كل شيء في نظام محكم، صنع الله الذي أتقن كل شيء، كل شيء في موضعه. حتى علماء الفيزياء الفلكية يفهمون هذا جيدا ويقولون لو اختل نظام الكون نسبة 0.00 ما لا نهاية، واحد يعني نسبة لا اختل الكون كله. فهو سبحانه وتعالى الحي القيوم يقوم على هذا الكون. فالكون مبني على هذا النظام، والشرع مبني على النظام أيضا. الله تعالى بنى كونه وشرعه على نظام. شوف الصلوات الخمس منظمة لها أوقات معددة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهورا. الصلاة الفجر ممودة يأتي الظهر. ما السر في اتساع هذه المدة؟ وقت سعي وعمل وجد واجتهاد تفرغ الإنسان فيه لحاجته من أمر الدين أو الدنيا. مهم مشهور الفجر، ثم يأتي الظهر، ثم تتحيى، ثم تأتي صلاة العصر، ثم مدة أوسع إلى المغرب، ثم مدة يسيرة العشاء، ثم تنام كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لحاجة أو مصلحة راجحة. فالصلاة فيها إشارات النظام، كذلك الزكاة في مقاديرها وأنصبتها وكيفية إخراجها شيء عجيب. ندرس فقه الزكاة، فرضت الزكاة فيما على كل حال من نخرج في التفاصيل. الزكاة سواء كان زكاة الحب والثمار، وكان زكاة المواشي والأغنام، وكانت زكاة العين، كل نوع مرتب ومحكم وعداد، كل شيء محكم. حتى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إلى غير ذلك من العبادات الكثيرة التي لا تخلو من نظام وإحكام. فكيف يعقل بالمؤمن؟ كيف يعقل أن المؤمن يعيش حياته بالفوضى وعدم التخطيط؟ المسلم يجب عليه أن يخطط لحياته.
أن ينظم وقته، أن يرتب أولوياته، ولا بأس يستعين بالكتب المعاصرة في هذا الباب. تعرفوا الإدارة، علم الإدارة صار علم، إدارة الأشياء عموما صار علما، له أصوله وقواعده وبنيته المعرفة، يصير يقرأ ويستفيد. نحن في زمان حدثت لنا أشياء لم يكن يعرفها الأوائل، ما تقوليش السلف لم يعرفوا هذا، السلف ما كانش عندهم هذا الهاتف الذكي وهذا التلفاز وأشياء كثيرة جدا لم تكن في زمان الأوائل. فالإنسان المعاصر ابتلي بأشياء كثيرة تقتل وقته وتصرفه عن اغتنام وقته، فلا بأس بل يحسن به أن يطالع وأن يقرأ وأن يوسع دائرته المعرفية، كيف أغتنم وقته. قلت لك هذا صار علم كتب فيه العلماء. وكان نقطة نفتح قوس يسير وهو مهم، بعض الناس يتوهم أن العلم الذي يرضي الله تبارك وتعالى هو العلم الشرعي فقط، وهذا خطأ كبير. المعارف والعلوم كلها مطلوبة شرعا ما دامت نافعة، ماهيش ضارة كعلوم السحر والشعوذة، لا، كل العلوم والمعارف النافعة التي تحتاج إليها البشرية فهي من مرافقة طلب الله سبحانه وتعالى وجودها وحصولها. لكن على رأسها علم الشريعة طبعا، على رأس تلك العلوم، وكثير من النصوص الشرعية الواردة في طلب العلم واردة في العلم الشرعي، لكن العلوم الأخرى مطلوبة أيضا. ولكم أن تتأملوا في آية فاطر التي فيها قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، في أي سياق وردت؟ ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات مختلفا ألوانها من الجبال، وأتكلم عن كوننا على وجود، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، يحكي عن الجبال، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك نحن ندبنا إلى التأمل والتفكر والتدبر. على كل حال هذا موضوع طويل، إذا يسر الله نتكلم عنه فرصة أخرى، لكن أشير فيه إشارات فقط. نحن ندبنا إلى التأمل والتفكر والتدبر. قال تعالى مثلا وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني نحن مأمورون ومطالبون أن نتأمل في أنفسنا كيف خلق الله تعالى هذا الإنسان، هذا آية تدلك على الله تعالى. أسألكم سؤال، هل تأمل العالم كتأمل الجاهل؟ نزيد نتعمق قليلا. هل تأمل طبيب العيون في هذه العين، طبيب العيون لدرس العين كيف خلقت وكيف هي مركبة وكيف تعمل، هل تأمله فيها كتأمل الجاهل الذي ليس له أدنى فكرة عن كيفية اشتغال العين؟ لا، ليس مستوى أبدا. فتأمل العالم العارف ليس كتأمل الجاهل. ولذلك كثيرا ما تكون المعارف الكونية موصلة إلى معرفة الله عز وجل. كثير من العلماء يسلم ويدخل في الإسلام والذي أداه إلى ذلك هو علمه حين درس وقرأ. كيف مور أحد كبار علماء الأجنة كالذي أظن، وحين قرأ يقرأ علم الأجنة قرأ الآيات، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلنا النطفة علقة وخلقنا العلقة مضغة فكسونا العظام الأحمى ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ولما قرأ هذه الآية أسلم وقف مشكورا، قال هذا قرآن، هذا كلام الوحي، هذا نحن لم نكتشفه إلا منذ مدة في السبعينيات أو الخمسينيات لا أدري، وهذا يرجع إلى 14 قرن. فتنبهوا إلى هذا، بارك الله فيكم. العلوم والمعارف مطلوب من المسلمين أن يأخذوا بناصيتها وأن يتحققوا منها، وبل أن يكونوا مبرزين فيها، بل الاشتغال بها كما يقرر فقهاء الشريعة من فروض كفاية. تعرفوا فروض كفاية؟ يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا ترك كلا أثم الجميع. لا يجوز أن يعدم المسلمون طبيبا فيه، وكان يقول ليش عندنا طبيب، نأثم جميعا، يجب علينا أن يكون فينا طبيب وأن يكون فينا العالم في الهندسة وأن يكون هو من فروض الكفايات. يقول
يقولش كانش يقول الشيخ عدود رحمة الله عليه أمثال، هيقول إن من العلوم ما اشتد الوطر إليه حتى إن تركه ضرر، كباحث الحرارة المقتبسة والكهرباء والكيمياء والهندسة وغيرها من الأمور اللائي بها التخلص من الأعداء، وإنما أهملها الصحابة وتابعوه من ذوي الإصابة، إذ ليس عصرهم في الافتقار لها كمثل هذه الأعصار. الزمان غير. نعم. وهذا كله من مدلول قوله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. الشاهد في هذا كيف تدير وقتك، وهذا يأخذ وقت، الحديث عنه يأخذ وقتا طويلا، أن ترتب بين الأولويات. والعلماء قد قسموا، خبراء بهذا الشأن قد قسموا الأوقات على هذا إلى أربعة أقسام، الأوقات مع الأعمال الأعمال قسموها إلى أربعة أقسام باعتبار الأهمية والاستعجال. عندك مهم عاجل، مهم وعاجل، ومهم غير عاجل، وعاجل غير مهم، وغير مهم وغير عاجل. أي عمل، أي عمل لا يخرج عن هذه القسمة الرباعية، أي عمل. الصورة الأولى أن يكون مهم تحتاج إليه وعاجل جدا، هذا حقه أن تبادر إليه، لا أن تتقاعس عن فعله، أن تبادر إليه وأن تنفذه. مثلا امتحانات، امتحان، عندك امتحان، خليهم بعد الامتحان، لا لا امتحان هذا لا بد أن تقوم به الآن، ولدك مريض، ولدك خليه شوية، لا لا مريض لا بد أن تذهب به إلى المستشفى مثلا، وهكذا غريب سيغرق لا بد أن تنقذه، هذا مهم وعاجل الآن، لأنه إذا تأخر ذهب المقصود من فعله. واضح هذا؟ واضح. الثاني وهو أخطر شيء، مهم غير عاجل، وأكثر الناس يقصرون فيه، هو مهم لكنه ليس عاجلا. تحفظ القرآن، مهم أن تحفظ القرآن، شيء عظيم أن تحفظ القرآن، لكنه مش عاجل. والتحدي الأكبر أن تجد وتجتهد في هذا المربع، كل شيء مهم وليس عاجل يخطط له حتى تبلغ فيه النهاية. مهم مثلا أن تتعلم لغة إذا كنت محتاجا إليها، لكنها غير عاجل، لكن سنة تتاقل ويتقاعس. مهم أن تطلب العلم حتى تكون عالما كبيرا من علماء الشريعة، لكنه مش عاجل، تتكاسل. والتحدي الأكبر في هذا المربع، المربع الثالث هو عاجل وغير مهم، وهو الحياة الروتينية التي نعيشها. كثير من الأشياء عاجلة لكنها غير مهمة، لكنها غير اتصالات هاتفية، قضاء الحوائج، الذهاب إلى التسوق، أشياء أشياء عاجلة لكنها ليست مهمة. هذه الأشياء وش ندير لها؟ المطلوب منا أن نقلل منها، ما نقدرش نحيوها، نعيش بها، نقلل منها. والمربع الأخير غير مهم وغير عاجل، وهذا حقك أن تمحوه من حياتك. احرص على ما ينفعك، فما لا ينفعك لا تشتغل به. بقيت علينا أسباب كثيرة كنت قد جمعتها لكم، منها بعد التخطيط وغيره، من هذه أسباب الصحبة، الصحبة السيئة من أعظم أسباب ضياع الأوقات، أن يبتلى الإنسان بأناس يضيعون أوقاته إلى غير ذلك من الأسباب. الحاصل يا إخواني، أوصيكم باغتنام أوقاتكم، فإنا مسؤولون بين يدي ربنا سبحانه وتعالى عن هذه الأوقات، سيسألنا الله تبارك وتعالى عنها. ورحم الله أبا الوليد الباجي رحمه الله إذ يقول: إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي كساعة، فلم لا أكون ضريئا بها واجعلها في صلاحي وطاعة. هي يا ساعة جد واجتهد في هذه الساعة. وقال شوقي أيضا: وكن في الحياة خفيف الخطى، كريم السماع شريف النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا أثر. اتركوا أثارا في حياتكم، لا تعيشوا سبهللا وهملا. العظماء دائما يتركون ذكرا طيبا بعدهم، فهم خالدون وإن ماتوا. نحن إلى الآن يقول: قال فلان ورحم الله مالك، قال مالك رحمه الله، قال العالم. العظماء دائما حتى وإن ماتوا فهم خالدون في الأمة، لأنهم ضحوا، وهذا لا يكون إلا بالتضحية وبالجد والاجتهاد. وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا أثر. ترك بصمة وترك أثرا في الأمة، ترك ذكرا حسنا. قال شوقي رحمه الله تعالى: دقات
قلب المرء قائلة له، دقات القلب، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثوان، فأقم لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. نسأل الله تعالى أن يرزقنا أعمارا إلى أعمارنا، إنا نفرح بأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لاغتنام أوقاتنا فيما ينفعنا عند ربنا سبحانه وتعالى. وأتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع إخواننا القائمين على هذا المسجد المبارك، على رأسهم فضيلة الشيخ بلال جزاه الله تعالى خير الجزاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.